وخويا كنا مريحين انت كتسمع البوطه هابطه مع الدروج بزاف 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 بزاف. انا كيحسب لينا شي واحد طاح من الدروج ولا شي حاجه، قلنا صافي ما كاين حتى شي حاجه. واحد شويه تدازت شي نص ساعه عاد جات واحد الدريه خدامه معانا كتقول لك عندك بوطه شاعله بوطه شاعله، ما جينا فين نخرجوا حتى باق تفرقعت القضيه. صافي هادشي اللي وقع اخويا، ما عرفناش مني خرجات من هنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.